عشان تعبان يعني. انا عايز اعرف كابتن شكري كان ليه اي علاقه النهارده بالكورتين اللي راحوا من كابتن شكري؟ كان هو لا كورتين، لا ما يسالوش عنه شكري خالص. كورتين صعبين جدا. ابو واحد محمد ابو واحد شوطه في القص جامده جدا فجاه، وكره ثانيه كمان اصعب، فما فيش اي حاجه منه صراحه. انا ما بحملش على فكره، لما اجي اقول اللي على الحراس بقول في سبب كذا 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 كذا، انما انا ما بخافش وعندي جراءه ان انا اقول مين غلطان ومين غلطان. بس صبحي مش غلطان، صبحي رجع النهارده بعد اربع شهور اصابه وعلاج طبيعي، الحمد لله النهارده وفق. ولما يكون عندك اثنين حراس مرمى كويسين دي هتفرق معاك في المستقبل ان شاء الله.